نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك امبارح في الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة واللي عقد في الأردن. وقال سيادة الرئيس في كلمة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد فيها رفض مصر لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق، وأيضا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات. خلينا نشوف مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن أتوجه بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني على مبادرته لاستضافة هذه القمة بالبحر الميت، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى جهوده وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بالحفاظ على دورية انعقاد هذه القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، يلتئم هذا الجمع الكريم للمرة الثانية بعد قمتنا الأولى التي احتضنتها بغداد في أغسطس عام 2021. إن تعهدنا معاً على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعباً في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية ودورها العربي والإقليمي الفاعل. ويأتي اجتماعنا اليوم ونحن نشهد تحسناً ملحوظاً في الأوضاع بالعراق، وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وللشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل. السادة الحضور، إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على التزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها. كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعماً لمساراته نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا. لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف وولايات الصراعات والحروب طويلة الأمد في سياق لم يخل من تدخلات خارجية على نحو أثقل كاهل العراقيين وارتدت آثاره إلى كل شعوب المنطقة. وتثمن مصر غالياً في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلامية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصون وحدة نسيجها الوطني. كما لا يفوتني أن أشد بمساعي الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد. واسمحوا لي من هذا المنبر أن أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة والتي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر. ففي نجاح العراق
نجاح لنا جميعا. لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أن تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها، تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة وتمكين مؤسساتها من الاطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون والتصدي للقوات الخارجة عنه وصون مقدرات وثروات الشعوب، وهو ما سيوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد. وفي إطار من المصارحة، فإن هذه الأهداف لن تتحقق ما لم يتم إعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وبما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد وتجاوز مفاهيم الطائفية والتشدد والانقسام والأفكار الرجعية التي لا مكان لها في عصرنا الراهن. فالعالم يتسع للجميع، والاختلاف لا يمكن التعاطي معه بالاستمرار في صراعات ممتدة لا غالب فيها ولا مغلوب. وفي هذا السياق يأتي انعقاد قمتنا اليوم لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وفي مقدمتها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والتوقف عن فرض سيادة الأمر الواقع وأهمية العمل على تحقيق المنفعة المشتركة. وتأسيساً على ما تقدم، تؤكد مصر على رفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات، كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر دول المنطقة. وإيماناً من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء، فقد شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث كأحد أطر العمل العربي المشترك الرامية إلى تحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة، في ضوء ما يربطها من علاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة. وأجدد التأكيد في هذا الخصوص على اعتزامنا المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة الجالي دراستها حالياً في إطار الآلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها. وختاماً، أود أن أتوجه بكلمة إلى شعب العراق الشقيق، فأقول: يا شعب بلاد الرافدين العظيم، إنني على ثقة تامة في قدرتكم على المضي قدماً صوب مستقبل أخضر الزهاراً، متسقاً مع حضارتكم العريقة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الإنسانية، وكل يقين أن ما تتسمون به من تعددية وما تمتلكونه من إمكانيات سيتيح لكم تجاوز أي تحديات مهما بلغت. لقد حققتم الكثير في سبيل استعادة بلادكم، وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير، وستجدون في مصر دائماً عوناً لكم وسنداً لتطلعاتكم وخياراتكم، ليبقى العراق دائماً إحدى قلاع العروبة ومن أهم مراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قمة خماسية في البحر الميت بالأردن بين مصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا، وده على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. أيضا يعني امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قمة ثلاثية مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وخلال هذه القمة تم تناول تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وكمان تم تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة.
امبارح كمان سيادة الرئيس التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. خلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. خلينا نشوف مع حضراتكم دلوقتي نشاط السيد الرئيس امبارح. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. حيث كان في استقباله سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني بن الحسين ولي عهد الأردن. وتأتي المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة. وشهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وكذا لقاء ثلاثي مع كل من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي في إطار دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحر الميت بالأردن في قمة خماسية بين مصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن. وعقب نهاية فعاليات المؤتمر، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة الأردنية الهاشمية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. كمان امبارح كان في اخبار واحداث كتيره مهمه، مثلا زي الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعه موقف توافر السلع في الاسواق، وايضا مساله تحفيز الاستثمار الخارجي باراضي هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، وكمان الترويج لمنطقه الملوى الاعمال المركزيه بالعاصمه الاداريه الجديده. تفاصيل كتيره نعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم. وأكد رئيس الوزراء إن الاجتماع بيأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتداعيات الأزمة العالمية، خاصة على أسعار السلع، وأيضاً الوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم من خلال توفير احتياجات المواطنين في المنافذ بالأسعار المناسبة.
امبارح بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سبل تحفيز الاستثمار الخارجي بأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكمان متابعة طروحات الأراضي المختلفة سواء اللي بيتم طرحها للمستثمرين والمواطنين بالداخل أو للمصريين بالخارج. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح رئيس الوزراء إن منطقة الأعمال المركزية على وشك الانتهاء من تنفيذها، وبالتالي يجب العمل على بدء خطة ترويج وتسويق لهذه المنطقة المميزة. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل، وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المبادرة في توفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودي الدخل، وقال إنه بيتم تنفيذ هذه الوحدات في مجتمعات سكنية مخططة حضرياً تتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت بخصوص اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة. المركز تواصل مع هيئة قناة السويس اللي قالت إن ده مش حقيقي، وإن قناة السويس وإدارتها هتظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، وكمان هيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين. وقالت كمان إن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة الكبرى في الغربية. وحدة صحة الأسرة قدمت 77 ألف خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الأقصر، بالإضافة إلى أن شركة الصرف الصحي في اسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعدادا لهطول الأمطار. وأخبار أخرى من محافظات تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي تم فيها الإعلان عن مشاركة 4 مستشفيات في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئة والبروستاتا، وهم مطروح العام ورأس الحكمة المركزي والعالمين النموذجي والسلوم التخصصي. في الغربية تابع اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة الجبرية بمركز المحلة، واللي بيشهد توسعة المصنع بأرض إضافية وتركيب خطوط جديدة وإقامة مبنى إداري وورشة ميكانيكية للمعدات وصب أرضيات المصنع وتركيب أنترلوك بالأرصفة. في الأقصر أعلنت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تقديم حوالي 77 ألف خدمة داخل وحدة صحة أسرة طيبة لدعم منتفعي التأمين الصحي الشامل بشمال محافظة الأقصر. في أسوان تم افتتاح قرية خور عواضة بعد إعمار 150 منزل في القرية في وقت قياسي على 3 مراحل، وده ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً. في البحر الأحمر أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجة إن اختيار الشوارع الجديدة اللي هيتم رصفها في خطة العام المالي 2022-2023 هيكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها الكثافة السكانية واحتياجات السكان والربط بين طرق أساسية ومحورية. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي في المحافظة عودة رفع حالة الطوارئ استعداداً للأمطار بناءً على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار على المحافظة مع نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية. في سوهاج تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات سكن كريم بنسبة 70% في 9 مراكز بالمحافظة، وده ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في كفر الشيخ تم تكريم 46 معلم وطالب وموجه فازوا في المسابقات الفنية والنشاط الصيفي بجميع الإدارات التعليمية، وحصلت إدارة فوة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مراكز تنمية القدرات والمبدعين. في دمياط أعلن حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تنظيم مبادرة بيع الرز الأبيض المعبأ بسعر 15 جنيه للكيلو الواحد، وده في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتلبية كافة احتياجاتهم من السلع الضرورية. ف
فأسيوط أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة إن ملتقى التوظيف اللي انعقد مطلع شهر نوفمبر الماضي وفر 135 فرصة عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة.